سورة فاطر آية 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وعد الله حق بإثابة المطيع وعقاب العاصي وتخليد الكافر وبالبعث والنشور وبيوم القيامة وبالجنة والنار، كل دي وعود لله سبحانه. فهذه الوعد إن وعد الله حق. فلا تغرنكم الحياة الدنيا بأن تظنوا أنها هي فقط ولا شيء بعدها، أو أن تنشغلوا فيها عن طاعة الله، أو أن تستخدموها في المنافسة فتظلم فيها من تظلم وتؤذي فيها من تؤذي. ولا يغرنكم بالله الغرور، وهو الشيطان. الشيطان هو الغرور، بخلاف الغرور. حياة الدنيا متاع الغرور بضم الغين. الغرور يعني ما يغر الإنسان ويظن أن فيه فائدة له، وفي الحقيقة أن هو فيه ضرره. يقول لك غره يعني خدعه، يبقى غره يعني خدعه. متاع الغرور يعني الدنيا فيها متاع، ولكن يخدعك هذا المتاع وتظن أن فيه الفائدة والمصلحة، بل هو فيه الاختبار. أما الغرور بفتح الغين فهو الشيطان، لأنه هو الذي مخدوع، خدع في نفسه فتكبر، وخدع في علمه فظن أنه أفضل من غيره. تفضل يا سيدي. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو، لأن الشيطان يريد أن يخزيك وأن تكون مؤنسا له في النار، وبالتالي هو عدو لا ينصح أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يبقى بمفهوم المخالفة إن الله لكم حبيب فاتخذوه وليا، يبقى مفهوم المخالفة كده على طول. يعني في ناس وقفت على عداوة الشيطان ونسيت محبة الله لعباده. إن الله لكم حبيبا فاتخذوه وليا، ده مفهوم مخالفة الآية وهو الصحيح وهو المراد. في ناس وقفت عند العداوة فده مين؟ عوام الناس المسلمين. وفي ناس استنبطت منها محبة الله فوالوا الله ونسيوا الشيطان حتى وأهملوه ولم يعيروا له اهتمام، وصار كل حياتهم حب لمولاه وولاء لمولاه. يبقى الأولياء فهموا من الآية شيء، وعوام المسلمين فهموا الآية شيء تاني. عوام المسلمين أعرف حرب بينهم وبين الشيطان طول عمرهم لحد ما يموتوا، ونسيوا ان هم يعيشوا في حب الله ومحبة الله وايه وولاء الله. انك اذا اتخذت الله وليا كان لك ناصرا فيكفيك كل ما اهمك. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وكلمة اصحاب معناها المصاحبة الملازمة. يلا يا سيدي. الذين كفروا لهم عذاب شديد، كل ده تفصيل لوعد الله.
يعني إن وعد الله حق، فبين لك وعد الله إيه؟ إنه حذرك من الشيطان وحببك إليه وأمرك بالاستعانة به والإيمان به حتى يكفيك ما أهمك، ثم بين مصير الكافر ومصير المؤمن. الذين كفروا لهم عذاب شديد في الدنيا وفي الآخرة. عذاب الدنيا بإيه؟ بالانشغال بها ولا يأخذ منها إلا ما كتب له، وعذاب الآخرة بالحجاب عن مولاه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا دي تفكها تطلع ست حاجات: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، أدي آمنوا تتفك ست حاجات على طول كده. الإيمان بالله وحده لا، ما يكفيش. طب ما الشيطان مؤمن بالله استفاد بيها؟ يعني الشيطان ما يعرف ربنا أكتر منك، لكنه استهتر بالرسل وظن أنه أفضل منهم. في سورة سيدنا آدم ما رضاش يسجد ليه، وسيدنا آدم ده نبي، ده مجرم بقى. إجرامه إنه استهتر واحتقر الرسل. فهمت بقى إزاي؟ طب ما هو مؤمن بقضاء الله والقدر، عارف إنه قضاء الله ربنا له قضاء وقدر وقدره نافذ، وعارف إن في ملائكة وكان بيعبد ربنا معاهم، عارف الحاجات دي كلها، لكن استهتر بالرسل. يبقى الإيمان ده تفكه ست حاجات لابد تحصلهم كلهم. ما ينفعش تبقى مؤمن بالله فقط أو بالله واليوم الآخر فقط. لا، ما فيش فقط دي. فقط دي عند مين؟ عند المثقفين الجهلة. لكن لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. أي كفر بواحدة من الستة كفر بالكل. فهمت بقى؟ يبقى آمنوا، عرفنا آمنوا تحتها إيه، وبعد كده بقى عملوا الصالحات. لابد أن ينشأ العمل الصالح بناء على عقيدة سليمة فيقبل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة يعني في الآخرة إن قصروا في بعض الفروع، وأجر كبير بالجنة. تفضل يا سيدي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ما زالت هذه الآيات تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، بيطيب خاطره. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يا حبيبي حزنك يهمني، فإياك أن تحزن. هم عبادي أفعل فيهم ما أشاء، أما أنت فحبيبي لا تحزن. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إياك أن تحزن يا حبيبي. فهمت بقى؟ فهذه الآيات فيها بيان علو مقام نبينا عند مولاه. أفمن زين له سوء عمله كالشيطان والكفار وأتباعه، زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، من يشاء الضلالة، ويهدي من يشاء الهداية، ولذا لا يظلم أحد. اللي يختار الضلالة ربنا يديها له ويبارك له فيها قوي ويموت عليها، واللي يختار الهداية ربنا يديها له ويزوده فيها ويكرمه كرم بالغ، لأن ربنا كريم لكل الأطراف. واحد عايز ضلالة، ربنا كريم يديله ضلالة، خد ضلالة يا حبيبي، بس تحمل هذه المسؤولية. اللي هيضل ويختارها ويموت عليها هعذبه، وخد الضلال. عندنا من الضلال كتير، اللي يعجبه خد منه ما شئت. فهمت؟ يبقى ربنا لا يظلم احد، انت اللي بتطلبه هتاخده.
انت اللي ايه ظلمت نفسك لانك طلبت ما يضرك. فان الله يضل من يشاء، وربنا شاء ان يضل الضال، فهمت؟ ولم يشاء ان يضل المهتدي، بل الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، فهمت؟ فما يجيش بقى واحد يقول لك طب ما ربنا شاء لهم الضلاله يعملوا ايه، طب ما مظلومين هم. تبقى انت مش فاهم، انت راجل بتقرا القران بالعربي ومش فاهم عربي، اتعلم بقى عربي عشان تفهم. فما فيش فيها نوع من الجبر خالص، هذه الآيات ليست فيها أي شميمة من الإجبار، بل فيها كمال الاختيار. إن الله، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إياك أن تهلك نفسك حزنا وحسرة عليهم، لأنك رحيم بهم، فهم عبادي أفعل فيهم ما شئت، أما أنت فحبيبي فلا يحزنك شيء. فلا تذهب نفسك، أما أبو جعفر يرى إيه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. دي قراءة أبو جعفر المدني. إن الله عليم بما يصنعون. وعشان كده ربنا يقول إيه؟ وكذلك زينا لكل أمة عملهم. كل أمة اختارت حاجة ربنا مزين لها، الكافر ربنا زين له الكفر لأنه اختار الكفر. ما هو لو اختار الكفر ربنا قبح له الكفر. واخد بالك؟ طب ما هيسيبه. هو ربنا عايز يديله اللي هو اختاره، اللي هي الأمانة. هو القدرة على الاختيار واتخاذ القرار، هو دي مزية آدم على سائر الملائكة، اتخاذ القرار ومسؤولية اتخاذ القرار بغير أي إجبار. فطالما أنت قبلت هذا ودخلت في الاختبار وقبلت الأمانة، يبقى تحمل هذه الأمانة بقى. إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون عن ذكري الغافل.